المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.